ايه اللي بيخليني بروفيشنال ميوزيشن؟ اول حاجه بشوفها مهمه ان انا اشتغل على نفسي في كل الارياز الموسيقيه، يعني ابقى جاهز لاي سيتويشن هقابلها موسيقيه. يعني ما ينفعش ما اكونش مثلا بعرف اقرا، ما ينفعش اكونش فاهم هارموني، ما ينفعش ما اكونش تمام في الريدم. كل دي فاكتورز مهمه عشان لما اتحط في اي سيتويشن موسيقيه الاقي نفسي عارف اتعامل بشكل بروفيشنال، ما الاقيش نفسي مزنوق. ايه ده انا عندي مشكله في التيمبو مثلا. طب ما تشتغل على المشكله بتاعه التيمبو، دي نقطه مهمه جدا. تاني نقطة بشوفها مهمة جدا هي احترام الوقت. فكرة ان انا باجي في معادي هي جزء من احترامي للبروجكت واحترامي لنفسي واحترامي لغيري. انه ممكن ابقى انا في بروجكت بتاع حد مثلا وهو شخصيا اكيد ستريس ومركز في تفاصيل، وان انا بقى اعمل له لود ان انا ما اجيش في معادي، طب ما هو this is not professional. في الاخر ده هيبقى في سمعتي الموسيقية ان انا ميوزيشن كويس بس مواعيده ضربه. تالت نقطة بشوفها مهمة جدا هي ان انا افصل on stage. يعني لو انا عندي مشكلة برا الستيج وجيت العب performance قدام الناس، هم مش ذنبهم ابدا ان انا ادخلهم بفايب وحشة. الشارع كان زحمة، عملت حادثة بالعربية، التفاصيل دي هم مش ذنبهم. الناس دي جاية دفع فلوس لو هي بتحضر كونسرت واخدة من وقتها وجاية مخصوص عشان تسمع مزيكا، فهي محترمة اصلا البرفورمر نفسه. فانا لازم كبرفورمر احترم الناس دي، ما تدخلش باتيتيود اقوم ضارب وشوش اون ستيج وكان ايه ده وزعقان ومتضايق. طب ما الناس مش ذنبها اي حاجه من الكلام ده، في الاخر وير بروفيشنالز، لازم اتعامل بشكل بروفيشنال. رابع نقطه بشوفها مهمه جدا ان انا ازاي كلمتي تبقى واحده. يعني لو انا اتفقت مع حد ان انا هعمل له حاجه معينه موسيقيه، مثلا مسؤول ان انا اكتب الكوردز بتاعه اغنيه معينه للبروفا اللي جاي، لو انا قلت ان انا اللي هكتب الكلام ده ما ينفعش اجي لهم يوم البروفا اللي هم معلش يا جماعه اصله الاسبوع ده كان زحمه وما قدرتش اعمل الكوردز واكتبها مظبوط. طب ما هي دي كانت مسؤوليتك، مين تاني هياخدها؟ ده مع الوقت بينقل صوره مش بروفيشنال، كان هذا الانسان لا يعتمد عليه. خامس نقطه وبشوفها اهم نقطه في العشرة اللي هنتكلم فيهم، don't take it personal. لو جه حد يقول لك لو سمحت لا الكورد ده مش حلو، ما تقولش ايه ده يبقى انا ذوقي وحش في المزيكا، ده بيقول لي انا كورد ده مش حلو، يبقى انا اختياراتي مش حلوه، يبقى مش كويس. مفيش حاجه اسمها كده. كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده على فكره البيج ايمج، وان انا اي ريسبكت البيج ايمج ومش انا الايمج. مفيش حاجه، احنا بنتكلم في المزيكا، ما ينفعش يبقى في حساسيات. ما ينفعش انا حد بيعمل شغل معين اقول له معلش اصل الحته دي مش حاسس فيها مشكله، يقول لي ازاي ما تعدلش عليا. يعني ايه انا مش بعدل عليك كشخص او بيتعدل عليا كشخص، بيتعدل عليا في اللي انا بعمله، وده دوري ان انا اعمله مظبوط. بالذات بقى لو صاحب البروجكت ليه وجهه نظر معينه موسيقيه وصوره هو متخيلها، انا دوري كموسيقي ان انا انفذ الصوره دي، مش اقول له لا بص بقى وجهه نظري في القضيه. مفيش وجهه نظر، الشطاره بقى بينج بروفيشنال ان انفذ وجهه نظر صاحب البروجكت. لو انت صاحب البروجكت وانت عندك وجهه نظر معينه، حقك ان انت تقول لا انا هنا مش عايز مثلا رايت سيمبل، مش عايز الهاي هات من الدرامر في الحته دي، عايز تلعب كده، عايز البيزس لا خلي البيز لاين مور اوبن، خلي ده وجهه نظرك انت. ولازم برضو الميوزيشنز اللي معاك يبقوا محترمين ده، ان في ثقه كمان في الميوزيشن اللي معاهم. فالفكره دي مهمه جدا ان انا ما بقاش واخدها شخصيه، ما فيش اي مشاكل ابدا يتقال لي نقد موسيقي، بالعكس ده هو ده هيساعد ان الصوره الكبيره تبقى احلى. حاجه كمان بشوفها مهمه، فكره ان انا اتعامل في ظروف صعبه. الناس البروفيشنال بيجي وقت في ظروف في الشغل بتبقى صعبه، ممكن اون ستيج حصل مشكله باك ستيج واحنا بنظبط صوت واحنا بنعمل ساوند تشيك، حصل مشكله هنعمل ايه؟ هنتعامل. ما تقولش ايه ده لا انا ما تيجي الحاجه جاهزه. طب يعني شكرا. يعني انا كنت بتفرج على الالمان، وفي المانيا بتشوفوا الناس كل ميوزيشن بيشيل حاجته بيظبط قصته بيوصل وصلاته بيوصلوا سماعاتهم اون ستيج الميوزيشنز. يعني احنا عندنا شويه رفاهيه كده وفكره لا انا لو ما عملتش الدنيا تمام وزي الفل انا مش جاي، الكلام ده كلام مش بروفيشنال. يعني انا مش هقدر اعتمد عليك في تور، احنا طالعين تور وحصل الصوت مش حلو، مهندس الصوت مش شاطر في المكان اللي احنا رايحين، لسبب ما اضطرينا ما نطلعش مهندس الصوت اللي معانا نتيجه بادجت او وات ايفر ايه اللي بيحصل، وحصل انه
احنا هنتعامل مع الظروف اللي هناك، الايكوبمنت مش زي ما احنا طالبين في التكنيكال رايدر، هنعمل ايه؟ ما انا هنتعامل ولا نبوظ الحفله؟ ففكره ان انا ابقى بروفيشنال واتعامل مع الظروف المتاحه ده مهم جدا. النقطه الثامنه والتاسعه اللي شايفهم مربوطين ببعض جدا، فكره ان انا ما افكرش في اي بروجكت انه فلوس بس، اللي هو هاخد كام. هو being professional يعني هاخد فلوس، ده يعني ده تعريف professional، انا باخد فلوس مقابل الشغل اللي انا بعمله. هنتكلم في الحته بتاعه الفاينانشلز او الماديات، ولكن فكر دايما في الباكج، فكر انا ممكن استفاد ازاي من بروجكت. يعني انا داخل بروجكت فلوسه مش كتيره قوي، بس انا عارف ان هستفاد موسيقيا جدا، لا اعمل كده طبعا، حتى لو شويه فلوس قليله بس ده هيفيدك انت موسيقيا. طب بروجكت موسيقيا مش قوي قوي وفلوسه مش قويه قوي، بس في نفس الوقت في كونتاكتس جديده، في بلد جديده هكتشفها، هتعرف على ناس جديده، حلو. لو حاسس الموضوع ان ما فيهوش فلوس خالص وان البروجكت نفسه موسيقيا مش مفيد وما فيش اي كونتاكتس، فبروبابلي احسن انك ما تروحش. هنا اختيار، انت بتبالانس الاختيار، فمش كل حاجه فلوس بس. بس النقطه التاسعه اللي عايز اتكلم فيها، انك مهم جدا تبقى واثق من النقط الماديه وواضح فيها بشكل قوي. ما ينفعش ان احنا نبقى معومين مواضيع الماديات. being professional يعني بتكلم في الماديات بوضوح، بتكلم الديل عامل ازاي، الكونسر دي هنتعامل فيها باني برسنتج، ماشي ازاي، تفاصيل دي لسه واضحه من دي 1. بتكلم بالذات لو انا ماسك بروجكت، ما ينفعش ان انا اسوح الناس اللي معايا، مش فاهمها راسها من رجلها ماديا. وضوحك في الاول في الماديات بيخلي الناس تحسك بروفيشنال ومش متلاعب ماديا. ده موضوع مهم جدا واسنشل، وممكن يبوظ شغلانات كبيره جدا بسبب عدم الوضوح المادي. اخر نقطه بتخليني بروفيشنال ميوزيشن، انا عندي ارتست بيج، يعني بتكلم في الارت، انا بقدم الارت بتاعي، ماليش دعوه بنفسيتي ان انا اشرحها للناس. النهارده مش فرحان، النهارده مكتئب، وما لهمش ذنب يعرفوا الكلام ده خالص. لو عايز ابوست الحاجات دي على البيرسونال اكاونت بتاعي دي حاجه ترجع لي. لو عجبكم الفيديو ده تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب، ولو تقدروا تكتبوا في الكومنتس نقط تانية انتوا شايفينها برضو مهمة to be a professional musicians ونتناقش فيها مع بعض. اشوفكم في الفيديو الجاي.